وعايزين نكلمنا عن حضور حضرتك النهارده في دورة الأولى من المهرجان. شكرا جزيلا. والله انا بقول لكل القائمين على المهرجان الف الف مبروك، يعني شكرا على دعوتهم الكريمه ليا. وانا الحقيقه يعني لقيت ان واجب عليا ان انا البي هذه الدعوه، لان اولا لم يكن في مهرجان سينمائي جديد بيضاف الى المهرجانات الموجوده عندنا، ومهرجان واضح ان هو له طبيعه خاصه، ان هو بيقدم منافسه للافلام القصيره او القصيره جدا، لان الفيلم مدته 5 دقائق، فدي حاجه جديده ودي حاجه كويسه، وهتشجع الشباب وتشجع المبدعين ان هم يطلعوا انتاجهم واحنا نشوفه ونستمتع بيه ونشجعهم، فاكيد دي حاجه كويسه. واكيد يعني كان واجب عليا ان انا اجي النهارده عشان اقول يا جماعه مبروك واستمروا، دي خطوه كويسه، وان شاء الله رب العالمين انا حريص ان انا يعني ربنا يقدرني واتفرج على كل الافلام المقدمه لو قدرت يعني. والفن اصله حاجه جميله وحاجه يعني حاجه يعني مطهره للوجدان ولها يعني لها عامل كبير في بناء الانسان، فالفن حاجه كبيره اصلا. لو قالوا لحضرتك انك هتشارك في فيلم قصير، ايه الفيلم اللي حضرتك تحب ان انت تكون مشارك فيه، او كفكرته يعني فكرته تكون عباره عن ايه؟ انا ليا فيلم قصير بالفعل. انا عامل بطوله فيلم روايه قصير بالفعل اسمه سوق جمعه، ده غير سوق جمعه بتاع اخويا عمرو عبد الجليل والمخرج سامح عبد العزيز. انا فيلم مدته حوالي 20 دقيقه، ومن التجارب اللي انا يعني بعتز بيها جدا، واحب ان هو طبعا هو قبل كده شارك في مهرجانات وخد جوائز الحمد لله كتيره، وانا بحب التجارب دي اصلا، يعني تجربه الفيلم القصير دي بيبقى فيها تركيز، ولما يكون فيها فكرة يعني جديدة وفكرة كومبلكس بتبقى مغرية للممثل ومغرية للمخرج أيضا إن هو يقدمها. يعني لو فيلم جديد بقى تكون تحب تكون فكرته إيه؟ يعني إيه التركيز اللي تحب إن هو يكون بتركز عليه قوي؟ شايفه مثلا الأفكار كتيرة. لو سألتيني بتقولي لي الفكرة اللي أحب أقدمها، الأفكار كتيرة. يعني أنا لسه ما قدمتش واحد على ألف من اللي جوايا ومن اللي أنا مهموم بيه ومن الأفكار اللي عندي، لكن في النهاية الفنان مش في إيده مقاليد الأمور كلها، يعني إن كان عليا أنا عايز أعمل حاجة كتير وأقدم حاجة كتير، لكن أنا ببقى عنصر لازم أطلب ولازم يكون في جهة إنتاج ولازم، لكن الأفكار كتيرة جدا، ولما ربنا بييسر وبتيجي الفرصة بنجتهد وبنقدم أفضل ما عندنا. التلامذتي اللي أنا بدرس لهم أنا بعتز بهم جدا، وهم كمان بيبقى عندهم أفكار جديدة جدا، وكل حد فيهم لما بيشتغل أو بيشارك في عمل أنا بدعمه وبكون جنبه، غير أن أنا بستعين بيهم كمان في شغلي. يعني أنا قدمت عرض مسرحي إخراجي اللي هو عرفت الهواء في المسرح القومي، أنا كنت حريص أن أنا يكون معايا يعني طلبة من تلامذتي اللي أنا بدرس لهم يكونوا بيساعدوني في الإخراج أو كذا، بحيث أن الواحد يعني يبني. الصعوبات اللي بتواجه حضرتك في التدريس؟ حاجة بتواجهك معاك؟ الصعوبات اللي بتواجهني في التدريس، هو كل شغل فيه صعوبات، لكن انا اقدر اكلمك عن المتعه مش عن الصعوبات. المتعه ان الاقي مثلا اصحى الصبح الاقي في تلميذ من تلاميذي بعت لي رساله بيقول لي انا بشكرك، انت علمتني حاجات حلوه قوي، انا كنت في المكان الفلاني كذا كذا واتسالت سؤال معين فجاوبت من خلال اللي انت معلمه لي، انت علمتني ان الصدق يساوي الجمال، وده الدرس الاول دايما اقول الصدق يساوي الجمال، كن صادقا تكن جميلا. فانا ببني انسان، مش 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 مجرد ان انا بعلم القائه بس او بعلم تمثيله بس، لا، ايه فايده اللي انت هتقوله اذا كانش بيحمل مضمون محترم، اذا كانش بيحمل رساله محترمه تفيد بها الناس تعلم الناس بها حاجه حلوه. ارسطو لما نظر للمسرح الاغريقي قال ان التراجيديا الغرض منها التطهير، تطهير النفس الانسانيه، فبالتالي الفن ده حاجه ساميه جدا وحاجه راقيه جدا. الفنان او اللي بيتذوق حتى الفن مستحيل هيكسر اشارات مرور، مستحيل هيضايق حد، مستحيل هيمسك سلاح ويقتل حد. الفن رقي، الفن طهارة للوجدان، فربنا يجعلنا سبب ان احنا نعلم الناس حاجة كويسة ونمتع الناس بأعمال فنية. اخر سؤال هسأله حضرتك، موقف طريف حصل بينك وبين طلابك؟ والله ما عارف
لا وانا عندي طالب يعني موقف طريف. في مواقف كتير طريفة يعني. انا عندي طالب مثلا اسمه محمد رمضان تقريبا. فوانا واحنا بندل اسماء كده قال لا انا حليمه. قلت له حليمه ايه؟ قال انا اسمي كذا بس احب. قلت له يعني انت اسمك كذا وتحب اللي ندلك ندلك بحليمه؟ قال لي اه. قلت له انا هندهلك بحليمه. انا هقول لك مش انت بتحب كده؟ انا هقول لك كده. ايه اللي يمنع ان انا اسعدك؟ وتحول المحاضره تحولت بدل ما هي درس في, 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 في كانت اول محاضره في فن وعلم الالقاء ان انا بقيت اتكلم عن حق الصداقه يعني حق الصداقه. فقلت لهم يا جماعه انتوا عارفين يا شباب يعني من حق الصديق على صديقه حاجات كتير قوي، من اولها ان تلقاه في بشاشه، ان تناديه باحب الاسماء اليه. يعني انت بتحب اندهلك بالاسم الفلاني، انت مبسوط كده، طب احرمك ليه من المتعه دي؟ خلاص انا هندهلك بالاسم الحلو اللي انت بتحبه. وكملت بقيت الدرس على هو صداقه، ان تكتم سره وان تزوره اذا مرض وان تساعده اذا احتاج، ان تدافع عنه في غيبته، وهكذا الى اخر حقوق الصداقه. وبعد كده دخلنا في الدرس. شكرا لحضرتك نورتنا.